خمس حي الخالدية 15/4/2012. إذا خلص الشمع من عندكم حطه مستوى على قد المي على قد الشمعة، يعني مستوى واحد، وهي كمان بتنطفى الشمعة. هاي آخر شمعة عندنا. واحد من أهل الخير دلنا على هاي الطريقة، بنحط مستوى الشمع على مستوى المي مشان ما تنطفى، وهيك بتضل الشمعة شاعلة. 15/4/2012.